الأيام اللي جاية أيام صعبة، علشان كده يا أختي لازم تدافع عن نفسك. تعال نشوف الفيديو ده. نداء عاجل إلى بنات جامعة المنصورة، بنات جامعة اسكندرية، بنات جامعة القاهرة، بنات جامعة حلوان، حصنوا نفسكم، ما تطلعوش من البيت يا جماعة، الموضوع جد مش هزار. قالنا محصنين نفسكم بواقي أسفنجي حوالين الرقبة، واقي أسفنجي زي ده حوالين الصدر وحوالين منطقة البطن. الله يخرب بيوتكم، اسمعوا كلامي، لو بتسمعوا كلامي صح على الاساليب المتعدده والمختلفه اللي انا بقدمها لكم، ما كانش ده حصل، كانش الحوادث دي حصلت. خليكم في امان، ربنا يخرب بيوتكم. وليكن خش غز 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 جامد، هتقولي للمجرم كلمه، انسى انسى وخد البنسه، خش على رقبتي، غز، اذبح اذبح، هوبا هي وي وي وي. انا حبيت ما تشلش لوحدي، قلنا نتشل يا جماعه، نتشل يا جماعه.